السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبأحسن حال. درس النهاردة هيكون طويل سنة، ده بس عشان فيه تفاصيل كتيرة شوية، بس إن شاء الله هتكون بسيطة وسهلة. هنتعلم ندمج كام ستوك كده مع بعض، طبعا مش هقول لكم ايه يعني دلوقتي في المقدمة، خلينا نشوف الكلام ده في الدرس. فعشان مطولش عليكم، لو انت أول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ. طبعا زي ما قلنا ان الدرس ده محتاج تركيز جدا، لان احنا ان شاء الله في الدرس ده هنتعلم حاجات كتيرة. طبعا يعني انا هحاول بقدر الامكان ما صعبش عليكم الموضوع زي ما بنعمل في كل الدروس، يعني ندخل سريعا عشان مطولش عليكم. كل الصور دي انا حملتها منين؟ حملتها من فري بيك برضو يا جماعة، تمام. وطبعا كل درس هتلاقوا الاستوكات بتاعته او الماتريال بتاعته اللي اشتغلت عليها كلها موجودة في الديسكريبشن تحت، تقدروا تحملوها بكل سهولة، تمام. فانا اخترت ان اول صورة معايا هي الصورة دي، تمام. ممكن تمام خلاص هبدأ، بس اعمل دبل كليك كده عشان افك اللاير بتاعتي، اتحرك بقى براحتي كروب كده وهكبر المقاس ده شوية، تمام. اول حاجة هعملها هحذف الجزء اللي فوق ده، انا مش محتاجه، تمام كده. طيب محتاج اعمل موجة هنا كده تبقى بالشكل اللي هي واخد سن التمويج، فهاجي هنا كده عند الاداة اللي هي دي، تمام. وبعد كده هبدأ اطلع لفوق هنا سنة، وهنزل من هنا سنة، وهطلع من هنا سنة، وهنزل من هنا سنة، بس يعني بالراحة يعني بكل هدوء كده عشان الصورة معايا ما تبدأش يحصل فيها مشاكل. تمام اخر جزء هيتظبط معايا، بس هي الاديت بيكون تقيلة كده شوية. هطلع بالجزء ده، تمام. خلينا اقول ان انا كده عملت التمويج، هطلع بالجزء ده كله بقى مع بعض فوق، تمام. وهروح عند الستوك بتاعتي، هختار مثلا الجزء ده، تمام، وهخليه طبعا يكون هو اللي تحت بالشكل ده، هبدأ اكبره، تمام. فهيبقى بالشكل ده، هبدأ احذف الزيادة منه، تمام. وممكن اكبر المقاس بتاعي لفوق شوية كمان، طيب زي الفل. هطلع بالمية دي فوق شوية، جميل اوي. طيب هاجي عند الجزء بتاع البرميل والجزء بتاع الولد، انا قاصصهم جاهزين عشان مطولش عليكم طبعا في وقت الفيديو. هبدأ اخد البرميل ده اول حاجة كده عند المية، هبدأ تنيمه بالشكل ده، صغر شوية، تمام. ركزوا معايا، هبدأ اقف على اللاير بتاعته، وهبدأ اجيب البين تول واقصه على شكل تمويجة بالشكل ده، وهبدأ اخد الجزء اللي تحت كده كنترول انتر، وهاجي عند السيلكت من هنا هدوس كليك يمين عشان اخد لاير فيا كات، وكده اكون خدت الجزء اللي تحت ده كات معايا، اقدر اتحرك بيه براحتي. طيب هعمل بيه ايه؟ هنزله تحت كده شوية، هيبقى معايا بالشكل ده. الجزء اللي فوق هقربه شوية، تمام. طيب هبدأ في الجزء اللي تحت ده، هاجي عند النورمال هنا كده وابدأ اشوف ايه اللي ممكن يظبط معايا في الشكل ده. فعندنا المالتي كويسة، ممكن بس نقلل الاوبيسيتي بتاعتها شوية، فتمام. وهاجي عند الجزء اللي فوق، طبعا مش هينفع يكون حاد قوي كده في القصة بتاعته، فهجيب الاستيكة بتاعتي الخفيفة، هقلل الفلو، هبدأ احذف على الفلو شوية، اكبر السايز، هبدأ اخف بس ان هي ما تكونش حادة قوي كده عشان تبان ان هي غرقانة في الماية يعني. تمام. طيب انا لو بصيت كده هلاقي ان الدنيا بدأت تظبط، تمام. محتاج اقرب بس الجزء اللي فوق ده شوية، فاصبحت يعني مظبوطة معايا شوية. طيب هاجي عند الولد، انا برضو هتلاقيني قصص الولد عشان مطولش عليكو،
هشدوا معايا كده، هعمل له كونفرت، انا هعمل له كونفرت خلاص. هبدأ اظبط بقى، ما اخليش الولد يكون اكبر قوي ولا يكون اصغر قوي، يعني اخليه احاول اظبط الدنيا شوية تكون ايه مناسبة، والقعدة بتاعته تكون برضو مظبوطة شوية. تمام، محتاج يرجع شوية من هنا على اساس ان هو قاعد في الجزء ده، في الجزء ده اللي بره يعني، يعني ما خليهوش يبقى عامل كده، عشان كده المفروض هو اتزحلق وقع في المية. تمام، فحاول اظبط الجزئية دي، اهتم بالتفاصيل. تمام، ما يكونش الولد طبعا اكبر من البرميل قوي ولا البرميل اكبر من الولد قوي، احاول ايه اظبط الموضوع ده. فتمام، خلينا نقول ان احنا كده ماشيين كويس. تمام، هكبر المقاس ده بتاعي شوية برضو من هنا كده، وممكن اعرضه كمان شوية كده، مفيش مشكلة. تمام، عشان بس الشغل بتاعنا اللي جاي. تمام، هاجي تاني حاجة او تالت حاجة، هنيجي هنختار الشكل ده اللي هو هيدينا ابعاد شوية في الديزاين، هنزله تحت خالص، هكبر بالشكل ده. تمام، انا محتاج يكون الابعاد دي برضو ظاهرة معايا. طيب، كل اللي انا هحتاجه من الجزء ده هو الجزء اللي انا هعلم لكم عليه دلوقتي. خلينا مثلا بالاحمر كده، انا هاخد اول ابعاد من اللي هي الجزء ده كده بس، واللي فوق ده كله هشيله. تمام، فهاجي بالاستيكة بتاعتي كده الخفيفة، طبعا هبدأ ايه اقف على اللاير بتاعت الجبال او الشغل اللي ورا ده، وهبدأ امسح الجزء اللي فوق ده كله جامد كده، واول ما اقرب عند الجزء اللي انا عايزه ابدأ اهدى خالص. تمام، بس خلينا قبل ما نهدى شوية على الحتة دي هنبدأ نعمل ايه، هنروح عند السكاي بتاعتي او السما بتاعتي، انا اخترت الشكل ده. تمام، هنزله تحت خالص اهو، هبدأ ارفع لحد ما اشوف انا عايز اخد انهي شكل في السما دي بالظبط، فخلينا اقول ان انا الشكل ده كويس. طيب، هنيجي عند الابعاد بقى، عند شغل الابعاد وشغل الجبال والكلام ده، في جزء طبعا هنا متبقى اهو، هبدأ امسح الجزء ده بالراحة جدا عشان ما تدخلش في الجبال بتاعتي يعني من الشكل ده. كده مش واقفين على اللاير بتاعته اصلا، هنرجع. تمام، هنقف عند اللاير بتاعته اهي، هبدأ احذف كل هدوء عشان ما تدخلش جوه كده. تمام، خلينا اقول ان انا كده تمام. طيب، انا عندي الاضاءة بتاعت السما دي عالية قوي، فانا ممكن واخدة كمان لون ازرق شوية، فانا ممكن كنترول يو ساتوريشن، هقلل بس اللون. تمام، هسحب منها اللون الازرق شوية، وهنا في نفس الموضوع في الجبال اللي ورا دي برضو كنترول يو كده، هبدأ احذف او اشيل اللون الموجود شوية، اخففه. في المية نفس الموضوع، تمام، الجزء اللي تحت برضو نفس الموضوع عشان يكون الديزاين كله ماشي نفس درجات الالوان يعني. فانا حاسس ان الدنيا تقيله معايا شويه، فانا ممكن هقلل الريزوليوشن شويه، اخليه مثلا 50 عشان الديزاين يخف معايا، بس عشان الدنيا ما تبقاش تقيله ولا صعب عليكم اي حاجه يعني. طيب، هنيجي عند الجزء الاول بتاع الولد. الولد هنا فيه شويه حاجات في شعره مش مظبوطه، فانا هبدأ بين تول كده، هنيجي مثلا عند الشعر، ممكن نقص الشعر بالشكل ده، الحتة اللي هي الزيادة دي بس، هيقول لي لأ، هعمله راسترايز. تمام، الباقي ممكن نعمل نكريت لاير فاضية، وهندوس كنترول الت جي عشان ندخلها جواه، وهاجي بالبراش هختار نفس درجة اللون بتاعة الشعر، وهبدأ كليك كده كل هدوء خالص.
تمام، خلينا نيجي عند النورمال هنا كده ونشوف ايه اللي ممكن يظبط معانا. تمام انا شايف ده كويس، فخلينا نقول كده اوكي. في حاجات في دراع الطفل هنا بس ممكن نشيلها بالشكل ده. تمام، وفي زيادة كمان في دراعه هنا ممكن نظبطها بالشكل ده. تمام، طيب خلينا نيجي بقى عند خطوة الريتاتش لشكل الولد. تمام، او لبشرة الولد. اول حاجة هنعملها هنروح عند الكاميرا رو، هتفتح متستعجلوش. تمام، طيب هنعمل ايه في الكاميرا رو؟ يعني هي حاجات مش ثابته. تمام، احنا بس ممكن نديله ازرق سنه. تمام، هنيجي عند الكونتراست ممكن نزود سنه، هنيجي عند الهايلايت ممكن نقلل الشادو نعديه البلاك. ماشي، خلينا نقول كده تمام، هندوس اوكي. طبعا فرق واضح جدا. طيب هنبدأ هنا يا جماعة، ركزوا معايا. شغل الريتاتش، الريتاتش هنا زي ما قلنا هو ايه اللي بنعمله او ايه اللي هنظبطه في وش الولد. ان احنا عندنا في بعض المناطق الفاتحة هنا في وش الولد، زي مثلا هنا في لايت اهو صغير، وفي لايت هنا في الجزئية دي برضو، وفي لايت هنا. تمام، فالحتت البيضة دي او اللي فيها لايت ابيض دي هنبدأ نزودها، والحتت اللي فيها شادو زي الاجزاء دي كده يا جماعة هنبدأ برضو ندوس عليها اكتر، فهيبدأ شكل الولد. هنشوف مع بعض. طيب ففي طريقتين، يا اما الطريقة الاولى هختار من هنا الدوج والبرني مع بعض وهبدأ اشتغل، بس طبعا لو في غلطة مش هعرف ارجع لان انا خلاص كده مش عامل لاير ولا حاجة اقدر اتحرك فيها. يا اما هعمل اتنين لاير هنا، والاولى هسميها دوج والتانية هسميها بير. تمام، والدوج دي قلنا اللي هي هتبقى المتحكمة في التفتيح، والبيرن العكس. طيب الدوج هنا لازم هخليها سكرين وهخليها بالابيض، البرن هخليها سوفت لايت، ولو دوست اكس هنا كده عشان اسويتش على، يعني لو دوست اكس هنا كده خلاص انا خليت الابيض يكون هو التاني، ولو حابب ارجع له بدوس اكس فيرجعني ليه، فاهمني. فطبعا هاجي عند البراش وهدوس على درجة اللون دي، هاخد من نفس السكين بتاعت الولد وهبدأ يعني نفس الدرجة اهي، بس هقللها شوية، ممكن اديلها بني شوية بالشكل ده، وادوس اوكي فخلاص. تمام، هنيجي الاول عند الدوج اللي هو التفتيح، وقلنا احنا لو عايزين نرجع نروح للابيض يعني سويتش كده، سويتش على الابيض ادوس اكس فيوديني هناك. طيب هجيب البراش بتاعت الخفيفة. تمام، وهخلي الفلو مثلا 10. تمام، وهبدأ كليك كده بالراحة على الأجزاء الفاتحة. تمام، ومش ما ينفعش ادوس جامد كده ورا بعضه، لا انا يا دوب يعني ايه بحرك ايدي كده بنطر اكني برسم بفرشة بالظبط. تمام، لو انا شايف ان السايز هنا كبير شوية هبدأ اقلله عشان ادوس هنا كده على الخط ده. تمام، لو قربت هنا عند الودن كده هلاقي ان في ابيض هدوس عليه برضه. تمام، هبدا كل حاجه بيضه، هدخل بس اللايرين دول في لاير الولد عشان خاطر ايه مفيش حاجه تخرج بره. تمام، لو حسيت ان في حاجه زياده بالاستيكه كده وابدا ايه احذف، يعني لو انا شايف ان في حاجة زيادة. تمام، هنيجي هنا عند المناخير عند الشفايف دي ممكن نزود هنا شوية،
هي عند الشفايف دي برضو ممكن نديرها شوية هنا، بس ما يكونش عالية أوي يعني كده. تمام. طيب هعمل لايت كده عند الجزء ده، في الرقبة كمان. تمام. وعند الايد بتاعته هدي لايت في النص، ما يكونش جامد قوي عشان ما يبانش ان هو فيك طبعا، لانه هو هنا مفيش سورس لايت اصلا يعني. تمام. هنا بقى نحاول نركز عشان هو مفيش لايت هنا اصلا، فنحاول ايه نخلي الموضوع يعني هقلل الفلو شوية يكون بسيط. تمام. وعند الجزء التاني برضو هدي لايت هنا بس يكون بسيط عشان ما يبانش انه فيك، دي اهم حاجة يعني. تمام. طيب خليني اقول ان احنا كده يعني لسه هنرجع تاني لنفس الجزئية، نروح عند البرن بس عشان هنغمق، قلنا اكس كده عشان نروح للون التاني. وهبدأ هنا اعلي الفلو شوية، 12 برضو شغال. هبدأ ادوس بقى على الاماكن الغامقة. تمام. ركزوا في الحاجات دي عشان مهمة جدا يا جماعة، الريتاتش. وطبعا الموضوع هنا كل ما بتديله وقت وبتركز في التفاصيل كل ما بتطلع بنتيجة هايلة. في ناس طبعا بتكسل تركز في التفاصيل، ففي الاخر هتطلع نتيجة مش اللي انت متخيلها، فدي بتاعتك. نعلي السايز شوية. تمام. هاجي عند الايد برضو هقلل السايز بس، وادي برضو في الغامق كده. الايد عندي كلها فاتحة الصوابع، فابدأ ادوس عليها كلها. فطبعا الفرق بدأ يبقى واضح. تمام. لو رجعنا كده نشيل البرن، نشيل الدودج اهو، بدأ الفرق يبان. نيجي عند الدودج مثلا وقلنا اكس عشان نرجع للابيض، ندوس بس سريعا كده بالراحة، نقلل الفلو شوية، نخلي مثلا 5. مش هزود قوي، خلينا زي ما انا ماشي. تمام. هرجع للبيرن واكس. تمام. بس محتاج اعلي الفلو المره دي عشان هنا الصوابع عندي اصلا هي فاتحه، بس ممكن اعمل لها لاير جديده خالص سوفت لايت نفس الدرجه عادي، هيبدا يدوس معايا اكتر.
الدرس ده ممكن ياخد مننا شوية وقت، مش هيبقى 10 ولا 12 دقيقة زي العادي يعني، عشان في تفاصيل كتيرة يعني. هنروح للدوج والسكرين، لا هنقلل الفلو. فخليني اقول ان انا كده خلصت، مع ان هي طبعا ما خلصتش، هي محتاجة تفاصيل كتيرة وقت اكبر طبعا عشان تبدأ تظبط اللي انت عايزه واللي في دماغك. فطبعا خلينا نخش على الخطوة اللي بعدها على طول. زي ما انا كده هعمل حاجة اسمها سيلكتف كولر من هنا كده، وكنترول الت جي عشان ادخلها برضو جوه اللاير بتاعت الولد. هاجي عند اللون الرصاصي كده، هبدأ ايه احرك ايدي بقى كده بالراحة. هاجي عند الابيض، طبعا دي برضو مش حاجات ثابتة، دي حاجة على حسب ما عينك عايزة، احنا بس بنظهر الشغل اللي عملناه. تمام، طبعا الفرق اهو. زي الفل. خلينا نخش في الخطوة اللي بعدها، وان احنا هنعمل شادو للطفل على البرميل اللي هو قاعد عليه. هنيجي عند اللاير بتاعت البرميل ده، هنعمل لاير كنترول الت جي عشان ادخل الشادو اللي انا هعمله في البرميل. بس هاجي عند البراش السودا، الفلو خليه مثلا 30 عادي خفيفة، وهبدأ كليك كده يا جماعة بالراحة خالص، اعمل شادو للولد. بالشكل ده تمام. الخطوة اللي بعدها هبدأ هاخد نفس البرميل بتاعي ده، مش هاخد الشادو طبعا والجزء اللي تحت ده، وهاخد كوبي كده هصغره الجزئية دي، هعلي شوية بالشكل ده. تمام، اظبط. تمام، خلينا نروح عند الطير اللي انا اخترته، الحمامة دي كده، وهشدها معايا على الفوتوشوب بالشكل ده، اطلعها فوق خالص، هعكسها الناحية التانية. تمام، اوكي. تمام، الشادو هنا خرج مني. هنرجعه تاني. فين اللاير بتاعت البرميل اهي، هنجيب الشادو عندها وندخله جوه. تمام. معلش انا اسف. طيب هنيجي عند الخطوة اللي بعدها، هنعمل هنا لايت، هنكريت لاير، وبعد كده هنجيب البروش ونجيب اللون البرتقالي ده، وهدي لايت كده بس على الفلو، كبره، هعمله سكرين، هيبقى معايا بالشكل ده. ممكن اقلله شوية. تمام، طيب ركزوا معايا هنا، في لايت اتعمل، فالمفروض بيبقى في برضو اللايت اللي هيبقى مضروب في الطفل يعني. فركزوا بقى في الخطوات دي عشان خطوات مهمة جدا جدا جدا. طيب اول حاجة هنيجي نعملها، هنيجي عند البرميل اللي هو قاعد عليه. تمام، هدوس ار وهقلب معايا الشاشة بالشكل ده. تمام، وهاجي عند البراش، هكريت لير جديدة عشان الشغل اللي هعمله يكون جوه البرميل بس. تمام، هختار من هنا الاختيار ده، مش السكرين ولا الكالر دوج ولا اي حاجة، هختار الاختيار ده. تمام، وهبدأ بالراحة، بس هصغر السايز بتاع بروش، هبدأ ارسم بره زي ما انا ما برسم بالراحة.
وركزوا معايا في التفاصيل دي عشان دي اهم تفاصيل بقى هي اللي هتظبط معانا الدنيا كلها. اللايت انا كده برسم اللي بره وده بيكون اقوى. ركزوا معايا، هي هدوس كليك يمين على لاير الاضاءة، وهاجي هنا كده عند الجزء ده هدوس الت وهشد كده. ركزوا معايا اللايت هنا ايه اللي بيحصل فيها، بتبدأ تخش بتدمج في قلب البرميل، فهدوس اوكي تمام. وهعمل لاير كمان زي ما هي اهو، وهبدأ اعلي السايز وهقلل الفلو وهبدأ ازود كده شوية. انا عايز تخش المرة دي جوه البرميل مفيش مشكلة، بس المرة دي هقلل الاوبسيتي شوية تمام. ونفس الموضوع الت هشد تمام، ممكن نعلي الاوبسيتي شوية، فأصبحت معايا عطيان الشكل ده تمام. تمام ركزوا برضو في الخطوة التالتة عشان تبقى خطوة مهمة جدا، ودي حاجة جديدة بالنسبة لي وبالنسبة لكم ان شاء الله حاجة كويسة، هي تفصيلة صغيرة بس كويسة جدا. هنكريت لاير جديدة نفس النظام اللي احنا عاملينه هو هو بالظبط، هنقلل بس خالص السايز هنخليه مثلا 4 مفيش مشكلة. هبدأ ادي خطوط في الاجزاء اللي هي فيها خطوط بالفعل، خطوط سودة تمام يعني اهو. جايز يكون انا كمان بدي خطوط في حتت ما فيهاش خطوط، بس مش مشكلة هتدي معايا شكل كويس. تمام انا كده يعني خلينا اقول ان انا خلصت، هعمل بس الخطوة بتاعتي ان انا بدوس الت وبخليها تدمج معايا شوية، وبعد كده هجيب الاستيكة بتاعتي هحذف الاطراف الاولى فقط يعني اللي هو اول الخطوط بس تمام. عطت شكل رهيب طبعا، شكل كويس، ممكن نزوده اهو عشان تبقى باينة اكتر. ار وقلنا بنعدل الشاشة، فشايفين كده بقى يعني شكل جميل قوي تمام. فطبعا اللايت اللي جاي من هنا هو مش اصفر، هو واخد شكل برتقالي، فاحنا عايزين نصفره، يا اما نخلي اللي تحت هو اللي برتقالي، المهم ان يبقى فيه تناسق في الموضوع يعني. تمام احنا عايزين يكون ده واخد نفس درجات اللون اللي هناك تمام كده تمام. طيب البرميل هنا لسه المفروض في جزء ناقص، هو معمول بس طبعا عشان الشادو بتاع الولد فهو تحسوه مخفي شوية اللايت هنا، وطبعا كويس عشان الشادو المعمول بتاع الولد. طيب هنعمل نفس الشغل ده كده برضو على الولد، هنقلب الصورة معايا بالشكل ده تمام. قلنا هنيجي عند البراش هنكريت لاير، هنختار نفس الدرجة دي تمام، قلنا هنقلل السايز شوية وهبدأ أرسم بالراحة. ار وهعكس الصورة
تمام، خليني اقول ان انا كده تمام. نفس الخطوة بتاعتي تمام اهو. نفس كاريت لاير تانية بنفس كل حاجة زي ما قلنا، بس المرة دي هنخليها كبيرة شوية، السايز بتاعي يبقى كبير شوية. طبعا هنا بنقلل الاوبستي اوي. نقلل نفس الخطوة تمام. هنيجي عند الخطوة اللي قلنا ان هي بالنسبة لنا خطوة جديدة ومميزة جدا، نفس كل حاجة. هقلل قلنا السايز، لا كمان 3 ماشي. هبدأ ادي خطوط تمام. نجيب الأستيكة، بس قبل الأستيكة هنعمل نفس الخطوة بتاعتنا تمام، وبالراحة بقى كده. تمام، لو بصينا كده هلاقي ان في شغل اتعمل كويس. تمام، طبعا كل ما هتديله انت وقت كل ما الموضوع هيظبط معاك قوي يعني. تمام. اور هنرجع الشاشة بتاعتنا زي ما كانت تمام. طيب هنيجي عند الجزء ده او الخطوة اللي احنا هنحط حاجات في المية، اللي بيسموها المرجان ده، ولا مش عارف بيسموه ايه بصراحة. وهبدأ اجي عند النورمال كده واشوف ايه اللي ممكن يظبط معايا. ماشي، السوفت لايت شوية ظابط، في زيادة بس حصلت اهي انا مش عايزها. تمام. طيب هاجي هنا كده وممكن اجيب الليفلز وابدأ ايه اغمق الليلة دي كلها. لا خلي المايه تبقى معايا زي ما هي، مفيش مشكله احنا هنظبطها. ممكن نعمل لها كونتراست كده بالشكل ده تمام، بس انا محتاج معايا الدنيا اللي تحت دي كلها تكون اغمق من كده برضو. وهنا اعمل لي الشغل ده على السماء، على السكاي، انا مش عايز يبقى على السكاي برضو. تمام كده احنا غمقنا الدنيا دي شوية. طيب الخطوة اللي بعدها هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نروح على الشغل. هنيجي هنا عند السموك. السموك طبعا هتفتح معايا على الاستريتور. افتح 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 افتح
ممكن نطلع فوق كده ونعمل saturation، نبدأ نشوف كده. تمام، عطى يعني حاجة سن، قلل شوية. تمام، طيب السموك بتاعتي فتحت اهي، هبدأ اعمل زوم كده. هشيل الباك جراوند بتاعتها، المربعات السود اللي ورا، وهبدأ اسلكت عليها وهبدأ اخدها معايا. تمام، فالسموك بتاعتي نزلت اهي. تمام، هبدأ كنترول يو، اخلي لونها يكون بالابيض، هعمل لها كونفرت عشان تبدأ تظبط معايا او يبدأ تقل اللي فيها ده يخف. هكبر شوية كده. تمام، هروح عند الدرس وصل لمدة 40 دقيقة. انا اسف جدا والله، بس زي ما انتم شايفين في تفاصيل كتيرة ما ينفعش نعديها. تمام، فهروح فين؟ عند مثلا شوف الباك جراوند اللي احنا هنحطها مع السموك اللي هي دي، انا اخترت دي. تمام، قبل ما اشد الباك جراوند، لو جيت كده عند السموك ورحت عامل لاير جديده، كريت لاير جديده، وبعد كده البروش الخفيفه، حاول انجز والله، هجيب الابيض وهبدا ارسم كده جوه السموك بتاعتي بالشكل ده. امن الفراغ بس اللي جوه، عشان الفراغ حتى اللي انا بملاه ده هدخل فيه جواه الباك جراوند بتاعتي اهو. تمام، وكنترول الت جي هيدخل لي الباك جراوند في الابيض اللي انا مليته يعني. تمام، هنكبره شويه او هنقلله شويه، عايزه يكون اقل من السموك اللي ورا اهو. تمام، ممتاز. طيب هنيجي عند الميوزك او الايقونات بتاعت الميوزك اللي هي دي. تمام، هننزلها تحت السموك كلها كده، وممكن نشوف المالتي مثلا. تمام، المالتي ظبطت زي الفل. طيب عندنا هنا الجزء بتاع المايه ده يا جماعة فاتح قوي، برضو محتاج يتظبط اكتر، فاحنا ممكن نعمل لاير بروش اسود ونديله اسود كده. تمام، وممكن نطلع فوق شوية، هنعمل لاير سودا برضو هنا كده، ونرفع الجزء ده لفوق كده. تمام، وهنيجي الشعاع اللي موجود في المايه ده محتاجين نزوده، فممكن نقف هنا كده، لاير جديدة، ناخد الدرجة الزرقاء، هنبدأ ندي خطوط. ممكن نخليها سكرين، بس الخطوط محتاجة تكون مظبوطة بشكل أحلى من كده، يعني مثلا ممكن نحط خط واحد ونبدأ نكرره، مش مشكلة. بعد كده ميرج كله، بعد كده سكرين. تمام، وبالأستيكة كده نبدأ نخفف الأجزاء اللي طلعت على البرميل، نبدأ نقلل الأوبستي بتاعتها شوية. تمام، فظبطنا الشكل الى حد ما كويس، يعني الى حد ما كويس. تمام، فهنيجي عند الخطوة اللي بعدها على طول، هنبدأ نفس الشغل اللي عملناه هنا باللون البرتقالي ده، هنبدأ نظبطه بالجزء التاني بس باللون اللي هو الازرق شوية في الجزء ده. طيب اول حاجة هنعملها، هنكريت لاير جديدة، براش الخفيفة اللون الازرق ده، كبر السايز، نعلي شوية، ونبدأ نشوف السكرين كده. تمام، السكرين ظبطت، هنعمل الخطوة بتاعتنا. تمام، بس محتاجين نقلل شوية يعني، كنت اوفر او كده. تمام،
ونفس الشغل يا جماعة اللي احنا عملناه بقى هو بالظبط، هنعمله على البرميل، هنقلب الصورة رش كاريت لاير طبعا. وقت الفيديو اصبح كده كبير قوي، وانا اسف والله للمرة التانية، بس زي ما انتم شايفين تمام. هبدأ اعمل لاير تاني خالص، استيكة، ابدأ امسح. طبعا هنا الشغل مش جامد قوي زي هناك، انا اسف والله، بس عشان وقت الفيديو فانتوا خلاص عرفتوا الطريقة الاولى، تبدأوا تظبطوا عليها. تمام تمام. لاير جديدة برضو، قلنا بنكبر السايز. تمام. هنعدل الصورة، في زيادة بس حصلت هنا كده، نبدأ نمسحها بالراحة. تمام يا جماعة. طيب هنا أنا حاسس إن البرميل ده لونه فاتح شوية، محتاج يكون أغمق أو أهدى من كده. هاجي كده عند الكونتراست، تقلل. تمام. البرميل كمان بتاع الولد ده محتاج يتعمل فيه نفس الموضوع. هي دي اللاير بتاعته. تمام. الحمامة الموجودة دي برضو محتاج يتعمل فيها نفس الشغل. تمام. اللايت وكل الكلام ده، بس يعني مش هنعمله خلاص، لان احنا عرفنا الدنيا ماشيه ازاي او الموضوع ده هيتم ازاي بقى وانتوا تتعاملوا عشان وقت الفيديو. هنيجي بقى عند الكالر بتاعتي اللي هفرشها في الديزاين كله بقى. هاجي هنا عند الكالر لوك اب ونشوف كده ممكن نختار ايه. تمام دي كويسه جدا اهو. طيب هنيجي تاني حاجة عند الكالر بالانس ونشوف كده، نبدأ نظبط بقى الألوان بتاعتنا. تمام. ممكن نيجي عند الفوتو فلتر ونبدأ نشوف الفوتو فلتر هيعمل معانا ايه. تمام. نقلل شوية، خلي سوفت مثلا. تمام. بس محتاجين تكون الكالر مش هوت قوي كده، مش الوان سخنه قوي يعني. فهنيجي
احنا كده هنقلل الكالر بالشكل ده تمام، عشان لسه في اخر خطوة معانا بقى يا جماعة. بس قبل ما نخش على اخر خطوة هنيجي عند السكاي اللي هي السما، هنعمل لاير كده و سودا ويعني هندي اسود خفيف، هنخفه قوي يعني مش هيبقى كده طبعا، فيبقى بالشكل ده تمام. هنعمل كده سيليكت على كله، الت سهم فوق بعد ما نعرف هنا طبعا سهم فوق، هيبدأ يكرر لي من اللايرات كلها، هبدأ اعمل ميرج كله اهو عشان الشغل اللي هيحصل يبقى ملغتش اللايرات اللي تحت بقى زي ما هي. وراح عند الكاميرا رو بقى يا جماعة، اللي ما بيشتغلش على الكاميرا رو ده يعني يبقى فايته حاجات كتير جدا. هبدأ اظبط برضو الوان الديزاين بتاعي، طبعا زي ما قلت لكم ان دي حاجات مش ثابته يعني براحتكم فيها على حسب معنيكم، بس المهم ما تكونش الحاجه اوفر، اهم حاجه الموضوع ما يكونش اوفر ولا في اي زيادات في اي حاجه. تمام هنبص كده هو على التغييرات اللي احنا عملناها، طبعا فرق كبير وفرق واضح. وبكده نكون خلصنا ووصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة، يا رب يكون الدرس عجبكم، مستني رأيكم طبعا في الكومنتات، وآسف لو كنت طولت عليكم في تفاصيل كمان احنا ممكن نكون ما عطيناهاش حقها ده، بس والله عشان وقت الفيديو مش أكتر. وتابعوا معايا الدروس الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.